السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية والبداية مع العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب. رئيس الجمهورية يجري لقاء صحفيا مع قناة فرانس 24 الفرنسية، تطرق فيه إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية والتطورات الجارية في المنطقة. الوزير الأول عبد العزيز جراد يشرف بالعاصمة على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 6000 وحدة سكنية وتوزيع أخرى بصيغة عدل، ويؤكد أن الدولة عازمة على استكمال كل المشاريع خدمة للمواطن. الوزير الأول يشرف على إصدار فئة جديدة من الأوراق والقطع النقدية المعدنية الموسمة بصور رموز السيادة الوطنية، ويؤكد من إذاعة الشباب جيل فام أن الجزائر الجديدة التي نسعى إلى بنائها لن تكون دون الشباب. الجزائريون يتوافدون على قصر الثقافة مفدي زكريا لإلقاء النظرة الأخيرة على الرفاة 24 من شهداء قادة المقاومة ورفقائهم بعد استرجاعهم إلى أرض الشهداء. وصول دفعة جديدة من المعدات الطبية ومستلزمات الحماية من فيروس كورونا على متن 3 طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية قادمة من جمهورية الصين الشعبية.